مرحبا أصدقائي متابعين قناة العربية للشطرنج، كيف الحال؟ إن شاء الله الجميع بخير. معنا جيم طفولي جميل جدا جدا للطفلة المعجزة فرح. طبعا فرح بتكون بنت أخوي تعيش في ولاية أوهايو، تحكيش عربي كويس ولكنها تتعربن. شو يعني تتعربن؟ يعني فرح دبت على الشطرنج وهي عمرها 5 سنين، اليوم عمرها 7 سنين. قبل حوالي 6 شهور أو 7 شهور لعبوا في المدرسة تاعتها، طبعا هي الثالثة على المدرسة، لعبوا المدرسة تاعتها وكانت تلعب معاها بنت. اجت البنت حركت الحصان غلط، عملت لها فورك للوزير والملك أو فاميلي فورك يعني خلينا نقول، وفرح شافت انه الحصان اتحرك غلط فقالت لها غلط صح صح غلط، مسكت راس البنت وطرقته برقعة الشطرنج وخلت الحصان يطبع على صباحها. طبعا ما انحلتش المشكلة إلا بوجود ترامب عبين لحل المشكلة وحرموها من التصنيف المحلي، فرح تصنيفها المحلي 1211. طبعا أكيد هلأ تصنيفها ارتفع لأنه فرح عملت زي كاسباروف، قالت لهم أوكي كوش يا لعيب يا خريب، كوش ألعب معاكم بلاش، فراحت فتحت لحالها وصارت تلعب في غرفة الغسالات وصاروا صاحباتها يجوا عندها ويلعبوا وعملوا تصنيف لحالهم، وقالت لك أنا تصنيفي 2000. بس هي أنا جيم فعلا جميل بينها وبين بنت اسمها سالي، طبعا أمريكية، تصنيفها المحلي 1810. ففرح لعبت مع 1810 جيم خرافي. طبعا الجيم كله بلندرات، ولكن شو بدنا نعمل إذا بتجيبلهاش الجيم على الشطرنج احتمال تهكر لنا قناتنا وحياتنا تصير سيئة جدا. الجيم بلش طبعا بالابيض سالي وفرح بالاسود، بون على الاف 4 البيردز اوبننج. طبعا حكينا عن البيردز اوبننج، افتتاحيه من 1888 لهنري بيردز. هنري بيردز هو مش جراند ماستر، هذيك الايام ما كانش في تصنيفات يعني، ولكن قدروا تصنيفه 2460. هنري بيردز من اللاعبين الخطرين جدا، انا بحب اسلوبهم. فرح ردت عليها العين بالعين والسن بالسن، بون على الـ F5، بون على الـ A3، وهنا نايت على الـ F6، وهنا عنا بيشوب على الـ E2 دوتش أتاك، بون على الـ G6، نايت على الـ F3، بيشوب على الـ G7، تبييت من الأبيض تبييت من الأسود، نايت على الـ C3، بون على الـ D6، بون على الـ B3. بدها تجهز كمان تطلع البيشوب وتعمل فيل مضاد. بون على الـ E5، طالبين نكسر الوسط. بيشوب على الـ B5، بون على الـ E4، بطرد الحصان وباخد مساحة بالرقعة. نايت على الـ G5، نايت على الـ D7. هنا كوين على الـ B1، وأنا فعلياً مش عارف ليش الكوين إجا على الـ B1. هون على الـ F7 بدنا نطلع البيشوب ونعمل كاونتر أتاك مدام بيتت على جناح الملك، فإحنا بنطلع البيشوب ونعمل كاونتر أتاك. هنا بيشوب على الـ C4 تشيك، غطت فرح بالبون على الـ D5. طبعاً فرح لعبت هذا الجيم رابد أعتقد 25 دقيقة مدته. هنا نايت تيكس هون على الـ D5، وهنا نايت على الـ C5. في عنا فكرة براس فرح بدها تسويها. هنا نايت على الـ B6 سمحت لها تاخذ القلعة مع ديسكفرد تشيك. كينج على الـ H8، نايت تيكس على الـ E8، كوين تيكس على الـ D2. هنا بلشت الفكرة تطبق بالفكرة اللي براسها، نايت على C7 أو نايت تيكس على C7، نايت على G4. ففي عنا هجوم هلا لفرح. هنا فرح لعبت أو الأبيض هنا لعب نايت على نايت على E6، طالبة تكسر. طبعا صار هنا في تكسيرات الأسود الأبيض حسبها غلط شوية،
او ما حسبهاش غلط، بس قال لك هاي تصنيفها 1200، فاكيد التكسيرات بتاعته راح تكون يعني مجديه. هنا نايت تيكس نايت، بيشوب تيكس نايت، بيشوب تيكس بيشوب، ونايت تيكس بيشوب، طالبين القلعه. قالت لك هلا فرح بدها تاخذ البيشو بتاعي عشان تطلب كمان هي القلعة، فهي بتيجي بتاخد بالكوين مع التشيك، وعندك الحصان بيطلع كمان التشيك بصير ديسكفرد. يعني الابيض كان حاسبها شوي صح، ولكن فرح فاجأته بنقلة انه فعلا راحت اخذت البيشو، وهنا الابيض اخذ القلعة زي ما كان حاسب. وقال لك هسا اكيد فرح بدها تروح تاخد البون اللي على الاي 3 عشان كمان تهدد القلعة، وساعتها هي بتاخد البيشوب مع التشيك، وبصير يعني بصير سهل تعطيها تشيك ميت. ولكن فرح هون قالت لها لا يا حبيبتي، كوين تيكس بون على الاي 3 تشيك، كينج على الاتش 1، وهون قالت لها بيشوب على الدي 4، وهون راحت هي بالكوين على ال سوري لا راحت بالكوين على السي 1، راحت بالكوين على السي 1. قالت لك انا بكسر وزرة وبعدين بحلها الف حلال. فهي كانت انا حطيت على الاي 1 لانه كانت افضل لها، بس هي كانت خايفة من الفورك. قالت لك بلاش فرح تعطينا فورك او فورك بالبيشوب، يعني ممكن كانت خايفة من شغلات زي هيك. فهنا فرح حبت تنهي الدور بطريقة جميلة جدا. فهنا فرح قالت لها كوين على الجي 1 تشيك، اخذت طبعا مجبرة بالروك، وهنا على طريقة كاب بلانكا قالت لها نايت على الاف 2 تشيك ميت. جيم جميل من الطفلة فرح، اكتبوا لها بالتعليقات وشجعوها. طبعا علي المومني مرة جاب لها جيم على قناته اسمه فكرة خارج الصندوق، كمان جيم جميل جدا. فبنتمنى التوفيق لكل الاطفال، وبننصح بتعليم الشطرنج للأطفال لأنه فعلا هي لعبة بتفتح عقولهم، ولكن علموهم أنه يشتكي تيزي يعني من غير مشاكل. الله يعطيكم العافية وسلامات.